مجموعة طلاب كليات من مجموعة طبية. تعرفنا على بعضنا هنا بهذا المكان وحبينا نقدم فد رسالة لكل من يشكك بسلمية المظاهرات انه احنا صنع حياة مو صنع موت. وهذا النفق شفناه بجداريات مثالية للرسم. حبينا نقدم فد رسومات بسيطة ندعم بها اخواننا المتظاهرين ونعبر بها عن رسالتنا اللي هي رسالة سلام. احنا هنا متضامنين مع المتظاهرين على مود نجي نوصل رسالتنا. احنا هذا النفق كان هنا مظلم، اجينا احنا حيناه بلوحاتنا والواننا ورسومنا على مود نوصل الفكره الى العالم. مثلا انا هسه رسمت هنا عادل عبد المهدي شخصيه كاريكاتير.